بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سنغو ولاكسن اوري صوت الحصي صلاتي سنغو ولاكسن بعد ما صدحبه بعد نستاغنا ما انت هلكا يعاود واد يقلقلد روب كداي روب كانو بحشي روب كي رصاصته يو غنيمه دي الى هي كل ماغو خير هدي الى هي برواغو كل ماغو هدي وحاج مش هي الى هي انه فدغا غوسيو وكل ماغو سلا مريحان ba hogol dhashike iyo hogol beeka ema iyo hogol aaka iyo hogol isneebana iyo dad ori onko keedriyan keda waa hogol rasaas hogol waxaan ma jeeyo wax xidhan wax nafta ilaahay waa ugu beeqay roob baa ilaahay u soo ayagoo dafad murugo fadhiya ba wax u dhigto wariyaan hees wax u dhigto waxa raamakayaan xub ida ka siiyo ubkaas cidda lahayd عدد كيسة عدة اللوذي قاب كله قبطي واحد الله عن ربع إن الحب في عن أم عورة إنك السو سودة وهذا خير السفته هو بكهال كله قبطي وطوها هو بأذف ربضن وكل سعودي قلم الستيت أيه كان السو هو بكاس وح أسكرها سيدا أن حقيت شيء والله إيه حقيت شيء صدقني عبد الناصر على أذن او عيسلاه ما هالصلاه اديال كورو يو غرانسانو عيره يو نيك اللي يرهدو ليبان سلط سدحانين اي غنحصو ياشا اي ديل رضا اي حكا اسكلاه حكا وها لا يسوقدي اثيوبيا حكانا وها لو لا سوقدي ميش اللي يرهدو قلمدو ان قورقور دبل حد اللي يقريال انا ادي شي وكان السعودي قلمدو قبيلة ده قريب كم ده لما كان كل شيء جاي أو مشرحين تاعه أو قلمدو مشرحين تاعه هنا مباراة وشتان نكل اللي هذا قرقر اللي يري هذا كل شيء كسر دبو ما دام حسن إياه قرقر أي سهدا سيف يعني سوف يعني إنه هو قرقر إياه لفت جراني نكل اللي يري هذا إحنا نقولي أيه هن دورش على قصاين نايوتي دستور كله حاجة وكبحني وبكاست حسن الشيخ يتيم كودن واودا اوغايين بيرها قلمدوق وكميت هي وعيسله وكميت هي عايخ وكميت هي سعد بالرغم انه لو هوبايو سي ماشي لوغه سارو نيكل يرهدو قورقور قورقور وياك السياسات سيان حقتك وهايو حقتي ايو اوغاداي حقتنا نيكل مري حاسي واتيم يتم كيسي وهو كان أنت كوها الرهينة الحكم كان واضح يوبيو سيدي علي عبد الله صالح يقدر في أوكله شغل أنت اللي قبتها في عيد اللوج شو إن تيم كاس كمان عليهم كل ورقة عن ماشة حسنا هل أوي هي هو كان شو الدولة اللي وصل قضي هو كان وصل قضي هدي على كل محل كم هوها الدولة ما قاعد وصل قضي وهذا السنة يعني ما هالصلاة ليبان ينكل يراه هدو هدي على كل مهيو إن يا عبد ناصر على عدن أو ديل ديل روينة هو كان كله إيبيه إلا يعرف جهزة إنه هو إيبيه هذا كوريكو هذا ين دولها مريكانكو شدوا كله لا يقارن عن عن رايا وحتى هوتين تيداعش هو كإيبيه طيب النوع عاسة أيه ليك صالح طي هو كان له السعودي قل وشيرك هو كان له وضعها إن ما شاء الله بسعره نكل إيره هذا قربور وده بده حبل يجش تيم كي قرقر إيو أدير أي الهاية يمهوها تيم كيسي وحي أغادين حقت هبكان وحدي على كل رؤياي رقق قاركي ورقوه رمي كدبنا وحي سمايين إن أي تشكبونتيا بغاندات صدين وحا تشفتا وليبا أغوه هبكا إتوبيا سعوك حيسي حد كانتاي كدبنا وحي كوري جسي أيضا كنبسو جدا النساء وكأمر قاته حزشون بل أن قرقر كامل قابل قرقر يتيم كودا حق ما ماشي وقود شري بي حبد حبد وقود شري حدود دمر كي صوغة لنا وحلو دياري إن حق تلصيو نما كامل ريحان صوتو عيو اسكبري يالي ودي دي إن لي رادو هبرك تحديد ما هو كرة حوغيسة أم هوية تحدي أيوه كرة حوغيسة بل لكن هو كاس ما أنت إنو مر ريحان عنتو أقلو وحي كتر شويسة إنه يكون كلنا بدكان أيوه، ومركز تهدو لو ده قرار ميت كده عن تقل له برجع، و
waa isku layn lahaayeen maadaama ay xukun isku hayaan. Hubkaasi sidaas fudud ayuu nimankaa mareexaan hogasha ugu hoodhay tiimkan goorgooriyo waana bixiyo la yidhi dowladdii federaalka wada halkaa Soomaaliya wada Soomaaliya loo istaagay odayaal maxaa wadaan baa la yidhi baradhaan sidnaa xagga ka dhacday basal baa sidnaa waa baalaynaa baa la yidhi inta ciidanka deegaanka iyo ayagu sumusqusanaya baradha ma baaraysaan iyo waa baalaynaa shan iyo toban gaari oo cabdibilayaalah oo addiyaa la ku rooyahay ciidankii gabadhigaee mareexaan ah ayaa soo booday shantii gaari ee waday ee nisa ahaydna dabka geliyey rag badan baa kuwaa dhintay mareexaan ilaa todobaa ka dhimatay kuwaana rag badan baa ka dhintay ilaa dhowr iyo toban baa ka dhimatay waana lagu kalsad qaaday waana la ceyrsaday labadii gaarina sidaa lagu furtay hubka meeshaa lagu furtay tir ahaan wuxuu dhan yahay qoryaha dhashiikaha sida lay xaqiijiyey waa tiro lixdan iyo intana tiriyey lixdan iyo shan ilaa 45 dhashiikaha keliya snaberka sida lay sheegay waa shan iyo toban BKM-ada waxaa lay sheegay boqol iyo konton BKM ama tusbaxle sidoo kale aakaha waxaa lay sheegay kun iyo laba boqol sidoo kale waxaa lay sheegay baastooladaha la qabtay inay 800 yihiin waxba oo bistoolada waxaan oran karnaa mareexaan toosan hoos socota uma baahnaan doon intaa waxaa sii dheer baabuurtu midna hubkaa saarnayd midna rasaasaa saarnayd qoryaha ii sheegay rasaastoodu dhammaantood gaarigii kale saarnaayeen oo gacantaa lagu dhigay mareexaan toban sano hoos socota haddii xataa mareexaan iyo soomaali waa dagaalamaysa la yidhaahdo inuu isaga fudan yahay ayaa cad balse waan rajaynayaa inay sicidna ku yeelani deegaanada naftooda ku wardhiisaan deegaanada ku wardhiisaan hubkaasina wuxuu la mid yahay maanta ay gacanta ku dhigeen hubkii dowladda ee lagu wareejiyey macawisleyda xawaadle ee lagu wareejiyey macawisleyda haddii ala ku yihi abgaal ee lagu wareejiyey macawisleyda haddii ala ku yihi habargidir kaasoo kaluu la mid yahay oo kuwaasba dowladda soo gaday dowladdaana bixisay idinka idinko iyadoo aan lagu talagelin idinkoo aan rabin aa heshaan idinkoo laydinka yeelanayay ayaa rabbigiin rabbi idin jabiyey ilaahay ku xamdiya saamigii soomaaliya aa kala haydan baa hesheen qabiilada aan saamiyadooda helen waxaa ka mid ah almajeerteeniya iyo adugu harti oo dhan iyo eelgaso iyo nimankaasi saamigii hub waxay lahaayeen dowladdu hubka iyo qabiilada siinaysay maysahelin iyo qabiilada kaloo yaro koonfur dega waana helin baa jira marka mareexaan sidaasuu maanta saamigiisa ku helay xasan sheekh maxamuud oo galgalanaya hubkaana hubkiis tiimkiisa laga qabtay yahay isaguna soo gaday awalna been sheegi jira dhihi jiray etoobiya annagu ishaynaa etoobiyaan ishaynaa hubna waa kasoo gadanaynaa saaxiibkay hal mar firdhiye farrinteyda gaarsiiya war etoobiya iyo soomaaliya ismahayaana firdhiyow mar dambe adoo state saaran oo etoobiya wax ka sheegaya yaana arag walaalo siyaasi baa tahay etoobiyada saydani xilka uga heladay oo goorgoor u baarkaysan u leefleefayo oo u leefleefayo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa laftigan u leefleefayo oo axmedo u leefleefayo war adiguna state baa tahay u leefleefo etoobiya iyo cawda aga dhigin intaasna firdhiya ee gaarsiiya etoobiya soomaaliya ishayaan hub lagama imiseen oo weliba dowladdeena soomaaliya kama imiseen oo weliba ciidanka nisa kuma wareejiseen lagamana qaadeen xasan oo warqad soo qoray wuxuu yidhi waxaan ganacsato ayaa hebku tiro baana soo gaday waanu kobar helay markaanu qabanay baa annagana waxaa naga sii qabsaday bahalkii hubkaan soo wareejiyeen madaxweyne xasanow xasan munaafiqow hubkaani wuxuu la mid yahay hubkaad xawaadlo siisay hubkaad addiyaala ku rooya abgaal siisay hubkaad habargidir siisay hubkii qabiilada macawisleyda aad siisay hubkii iyo tignikada iyo beebayaashii aad runirgood geysay addiyaala ku shabaab siisay kiyo kuu la mid yahay mareexaan argagixiso maaha waxooda meelba dhiganayaan soomaaliya ku difaacayaan haddii soomaaliya dagaal etoobiya dhaco oo soomaaliya etoobiya way sahayaan ba xasan yirihi hadday etoobiya ku difaac soomaaliya ku difaacayaan mareexaane ha kaa nabad galaan wuxuu soo diray ciidamadii nisa iyo addiyaalku ciidanka danab caabuda koonaheeda yimaadeen waxaa soo baxay afartan gaari oo tekhnika ah oo mareexaan leeyahay oo suule tenisama le waaweyn leh ciidankii waa kala wareegeen la ii sheegay oo danab iyagoo yidhi haddaanu hadda haddaan la dagaalami lahayn madaxweyne oon kaaga soo celin lahayn annaga waxaan wadanaa waa dhashiikayaal keliya meesha waxaan hortaagan waa beebayaal iyo haddii aa la ku rooya tenisabanesu iskamana celin karno hubka nurgood iyo halkaa jira ee beebayaashii noo soo dirbayna haddaa artid ama reexaan weerno kasoo celino taasina hungii ku noqotay waa lagu kala diraray mareexaanna wuxuu soo difaacanayaa saasuu tahayna qabiilada soomaaliya oo dhan meesha usoo gurba tegayaan gurbadana soo aadaya haddii la dabco in kibir iyo doodoo weero saami soomaaliya lahayd
بريحة وا صومالي سامي يقول يقاتل مدح ويني خير الله كسيو هذا الله قاعد يحكي وا شبه مدح ويني سلام هو بكاس مريحان ما انت قعدت كل جاي وحا عد اني اقول لي جان بتبادل اي كلام بتبادل يعني هبرك تحت يظلم ايوه كلام بتبادل ايوه بقى عندك كل جاي هديه بكاس قل الهانه هبرك يا بابي الهي اصابي الهي ايوه معارض يمحافظ كلنا يا بل حاكل الناس شيء ولا لهين مريحان ما يكتب الناس شيء وهبكي اذكر الله اللي عندك دقيق ام هذه عليا او حتى مريحان تقول لي سنه بلايا شر قلب تكون صعبتي ايام مريحان قعدت كل دقيق او غبطي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وانا كنت ابو حسين تشاو تشاو جراني سي شر قلب.